اهلا وسهلا متابعينا الاعزاء، نهاركم سعيد ان شاء الله. اليوم راح نعمل لكم اكثر من وصفه ان شاء الله تكون طيبه وتعجبكم وعلى مزاجكم. اول شيء راح ابلش فيه اللي هي اللحمه مع خضار، راح اعمل معها كمان صحن رز بالحمص. اللحمه والخضار اخذت انا قطع لحمه خروف زي ما انتم شايفين عندي، وقاعد بقطعها مكعبات صغيره بهذا الشكل. راح اورجيكم التكنيك اللي راح اطبخه فيه. يعني شايفين القطعة، خليت عليها الدهنة زي ما انتم شايفين هون، بس أهم شيء إنه نشيل العصب منها. العصب ليش؟ بضله شادد، ما يعني بزعجنا بالأكل. انتبهوا على العصب، الدهنة ما بتضر لأنها بتدوب. عندي اللحمة زي ما حكينا هون تقريبا نص كيلو، راح نقطعها مكعبات. راح نستخدم الخضار طبعا. أنا لازم أعملها حوسة، بس راح أحط معها شوية مرقة عشان بدي اساوي جنبها صحن رز. بصير تاكلوها تغميس، وبصيروا برضه تاكلوها مع الرز عشان نكسب اللي بحب مع رز واللي ايش اللي بحب مع خبز. زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. بدنا نحمي الغازات عندي دقيقه بس عشان نشتغل على طول ما نتاخر فيهم. عندي راح استخدم بطاطا، كوسه، راح احط عندي فليفله ملونه، راح احط بصل، راح احط ثوم. كل هاي المكونات اكيد راح تنزلكم على الشاشه، شوفوها وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. كملنا تقطيع اللحمات، اخر شيء ضايل. هسا انا عشان بدي احوسها مع خضار راح اخليها شوي عندي بالفرن، فانا بدي احافظ على اللحمه عندي ما تدوب. لما احافظ على اللحمه لما تكون طريه، كيف بدي احافظ عليها؟ راح اقليها بالزيت. نعم، راح اقليها بالزيت بعدين اشتغل فيها. بسم الله، زي ما انتم شايفين عندي هون عندي زيت حامي، نقلي فيه اللحمه على طول زي ما هي. نخليها عشان ليش؟ عشان تحافظ اللحمه على كيانها، ما تدوب معي بالطبيخ. زي ما انتم شايفين عندي هون الخضار، عندي انا قليتها تقلايه، البتنجان، الكوسه، البطاطا. راح اقلي هسا برضه الفليفله الحلوه، البصله، التومه مع بعض. طيب نبلش عندي هون بالطنجره الثانيه لو سمحتوا. نعمل هون عندي شوي من زيت الزيتون، وراح نحط البصلة على طول. البصلة اللي جبناها قطعناها مكعبات. وعندي ثلاث سنوم من الثوم، راح أقلبهم مع بعض بهذا الشكل. بتقدر تستخدموا سمنة، بتقدر تستخدموا لية، بتقدر تستخدموا جميع أنواع الدهون، بس انا بحب زيت الزيتون صراحه. اعطيناها صدمه للحمه دقيقه، راح اشيلها ما راح اخليها اكثر من هيك. نيجي على طول عندنا فوق البصله والثوم نحط البطاطا ونقلبهم برضه. الروائح تاعتها عبت الاستديو صراحة. البتنجان آخر إشي راح أحطه أنا. البتنجان آخر إشي راح أحطه ليش؟ لأنه استوى عندي. شايفين اللحمة؟ تقدروا تزودوها أكثر من هيك، بس أنا دقيقتين تقريبا أخذت معي. اللحمة شدت على حالها، ما راح تفرط معي نهائيا بالطبخ، ما راح تفرط معي نهائيا. إذا أنتم بتحبوا تزودوا الاستوى تاعها زودوه. بنحطها على البطاطا على طول زي ما أنتم شايفين. نكمل تقليتهم هون مع بعض عشان الطعم كلياته يكون مع بعض. طبعا ما شاء الله النص كيلو هذا اللحمة أو 600 جرام بعطينا بركة بالأكل. ليش؟ إحنا عشان بنحط معاه الخضار، كمية الخضار اللي إحنا بنحطها تعطينا كمية منيحة. نشيل الزيت.
خلصنا من الزيت نجيب الطنجرة تاعتنا هون، ننقل هاي هون 100%. الدف تاعنا كمل تقليب عندي. طيب هسا عندي أنا إيش؟ عندي صلصة بندورة، راح أضيف صلصة البندورة ونحرك. بسم الله، زي ما انتم شايفين حركها تتغلف بالصلصة البندورة. راح أضيف عندي البهارات، عندي بابريكا وعندي زعتر أخضر لبناني وعندي زعتر عادي وعندي ملح تقريبا معلقة ونص وعندي فلفل أسود. هدول كل البهارات تاعتنا، نقلبهم منيح مع بعض. شايفين كيف صاروا لونهم؟ اللحمة مع الخضار كلها تتغلفت مع البهارات، الريحة تاعتهم بتأخذ العقل. طبعا هاي زي ما حكيت لكم اللي استوى اللحمة ما راح يأخذ معي أكثر من نص ساعة نهائيا، لأنها اللحمة طرية. طيب راح نأخذ عندي هون شوية دجاج، المرقة تاعتهم راح نأخذها هيك. بسم الله، خليهم يتطبخوا مع بعض. بهاي الأثناء راح نعمل إحنا الأرز. ليش؟ عشان يأخذ معي استواء طبيعي. زي ما أنتم شايفين عندي هون آخر شيء بضل عندي اللي هو الفليفلة المحلوة، قطعناها بهذا الشكل، آخر شيء راح نحطه عشان بتعرفوا بتدوب، والبتنجان اللي إحنا قليناه، وعندي الكوسة اللي إحنا قليناها. هدول آخر شيء راح نحطهم بتكون طبختنا جاهزة. شفتوا ما أسرعها؟ فعليا لما تكونوا أنتم جاهزين بالبيت كل المواد اللي راح تشتغلوا فيها ما راح تغلبكم نهائيا على السريع. طيب عندي هنا الرز، الرز عندي يا مصري اللي هو الحبة قصيرة، طبعا أنتم بتعرفوا الرز يعني بحب السمنة، عشان هيك راح نحط إحنا سمنة عندي، وراح نحط عندي بصلة. بسم الله، بصلة مقطعة ناعمة، وعندي ثلاث سنون من الثوم راح نقلبهم مع بعض. بسم الله، الحمص مع الرز كثير طيب، سواء كان بالطبخات التركية أو كان بالطبخات الخليلية اللي هي زي القدرة، بس بعتمد على البهارات تاعتها وعلى نوع السمنة. مثلا السمنة الحيواني اللي هي بتعتمد على القدرة الخليلية، بكتروا فيها سمنة كثير. احنا بنحط سمنة نباتية بتصير زي الأتراك، بتحطوا زيت بصير عادي رز مع حمص عادي. فهاي هي، والبهارات مهمة جدا، انتوا ايش تلعبوا فيها البهارات انتوا حرين. انا اليوم ما راح احط بهارات، ليش؟ عشان بدي اكل من هاي الطبخة مع هذا الرز. عندي هون الحمص الحب المسلوق تقريبا عندي نص كيلو ضفناه هون، برضه بنقلبه مع البصل والثوم، خليهم يتطبخوا مع بعض. طبعا ما دام الحمص مستوي ما في داعي اني اكتره على النار، ليش؟ عشان ما يفرط معي. نصفي الرز، نقعناه قبل بساعة، رز مصري زي ما حكينا حبة قصيرة. بنضيفه على طول على الحمص والبصلة والثوم. تعالوا هدول الكمشة هيك بعد الطبيخ ببينوا ايش عنا، بعطوا صحن رز كامل ما شاء الله. بهاراتنا ملح فلفل كركم، بس ملح فلفل كركم ولا شيء تاني. هاي الفلفل الأسود عندي، هاي الكركم، طبعا بتقدروا ايش تحطوا فلفل حار، اذا في عندكم فلفل أخضر بعطي مع الرز طعم كثير روعة. نقلبهم مع بعض. بسم الله، خلي الرز يسخن شوي بعدين بنضيف عليه من المرقة. شايفين لون الرز صار على صفار،
ليش؟ عشان الكركم. إذا كانت عندنا السمنة بلدية، السمنة البلدية بتعطينا نفس اللون، شايفين؟ السمنة البلدية بتعطينا نفس اللون. شوف هون الخضار مع اللحمة، ما شاء الله صارت ممتازة. راح أضيف هسا الفلفل الألوان عليها، لأنه تقريبا مش ضايلهم 10 دقائق بكونوا مستويين ما شاء الله. هيك صارت هاي الطبخة جاهزة. زي ما حكينا آخر شيء راح نضيف عليها اللي هو الخضار اللي قليناه. طبعا أنتوا أبدا مش مقيدين بأي نوع خضار أنتوا بتحطوه، إيش أنتوا بتحبوا. عندي هون الطبق الأخير اللي راح أشرح لكم عليه وأبلش فيه خطواته، وعلى الفقرة الثانية إن شاء الله أكمله معكم. عندي صدور الدجاج، حاب أعملها بطريقة أنها تكون طيبة، لأني أنا بصراحة طعم الدجاج كثير ما بحبه. أنتوا بتعرفوا أنه علاقتي مع اللحمة كثير جيدة، مع الدجاج يعني مش ولا بد. عندي صدور الدجاج زي ما أنتوا شايفين هون عندي، فتحتهم شلت العروق منهم طبعا عشان العرق بكون موجود، اخذت الزوايد تاعتهم. شو عملت بالزوايد؟ اورجيكم شو عملت بالزوايد عشان تستفيدوا. الزوايد عشان نستفيد منها راح اعمل منها شوربه، فانا هون اخذتهم وحطيتهم سلقتهم، شايفين ما احلاهم؟ هدول راح استخدمهم على الفقره الثانيه بصحن شوربه ولا اروع. فاحنا الحمد لله ولا شيء من الدجاج او اللحم اللي احنا بنستخدمه بروح هيك سدى. فضل من الله. طيب عندي هون صدور دجاج زي ما قلت لكم انا قلبتهم، راح ابهرهم بهارات هيك سريعه، ملح فلفل، ادخلهم على الفرن. بعد ما ادخلهم على الفرن راح 10 دقائق تقريبا راح اطلعهم، راح احط عليهم الخضار، راح اشرح لكم عليهم بالفقره الثانيه، من فطر من فليفله ايش انتم بتحبوا، وادخلهم على الفرن احمرهم مع الاجبان، راح يعطونا طعم طيب كثير. بهاي الاثناء راح اكمل الرز وبنرجع لكم ان شاء الله على الفقره الثانيه. مين راح يستلم مني؟ هبة اثنين جاهزين. هبة واحد، يسعد مساكم، صباحكم يا رب. تسلم تسلم، يعطيك العافية. يعني هالأطباق شهية شايف جدا، وإحنا بانتظار إنه نشوفها بصيغتها النهائية إن شاء الله. إن شاء الله تأمر أمر. شكرا، مع السلامة.